السلام، مرحبا بكم. اليوم جبت لكم وصفة جديدة اللي هي وصفة مثلثات الفاكهة. تتعمل هنا في ألمانيا برشا، معروفة على الاخر سورتو في الوقت متاع الشتاء، الوقت هذا اللي يعملوا فيه برشا جاتوات، برشا أنواع جاتوات وقت النوال وفي وقت الأعياد هذوما متاعهم يعملوا برشا حاجات كيما هكا. وحبيت نوريكم الوصفة، وصفة تحفونة وفاوحة على الاخر، ننصحكم جربوها تو تعجبكم. حاجه واحده غيرت فيها اني في عوض البوفريوه او النوازيت حطيت اللوز. اني بيرسونيلمون تعجبني باللوز خير، وانتم عندكم الاختيار. جوست اللي حاب يعملها بالوصفه الاصليه في عوض اللوز يحط كونتيتي نتاع النوازيت، نفس الكميه نتاع اللوز يحطها النوازيت كونكاسي، وانتم عملوها حتى باي نوع فاكهه اخرى تحبوا عليها. اني جبت لكم الوصفه كما هي، جوست كما قلت لكم غيرت فيها حاجه بركه، وانتم عملوها كما تحبوا. تتقدم بالطريقه هذه كما تروا لهنا. هنا بات سابلي تتعمل، اما هشوشه اخف من البات العاديه او السابلي النورمال اللي خريب شويه يتقرمش وكروستيون. هذه لا، هذه هشوشه على الاخر وطريه ما بين الجاتو والبات سابلي. حاصلوا هذه هي وصفتنا، ما نطولش عليكم، خلينا نشوفوا كيفاش نعملوها. هذو المكونات نتاعنا باش نعملوا النص اك والا مثلثات الفاكهه. مش عارف كيفاش باش نترجم الكلمه ميتا، وتشوفوا كيفاش باش تطلع حاجه بنينه ومعروفه في المانيا. في الوقت هذا يعملوها برشا، هما يعملوها على طول العام، اما في الوقت هذا متاع الشتاء والنوال والحاجات هذوك يعملوها اكثر. دونك عندنا باش نبداو بالمكونات الاولى. المكونات باش تقسم على ثلاثه مراحل، عندنا البارتي هذه الاولى والبارتي هذه متاع الديكوراسيون ولا باش في الوسط، وهذه الباد الاولى اللي هي تقريبا بات اسابلي. نجم نقول لكم كاينها بات اسابلي. فوالا، عندنا اول حاجه 225 غرام فرينه، عندنا 100 غرام سكر، عندنا 100 غرام زبده، عندنا هنا عظمه كامله ولهنا اصفر عظمه، عندنا 20 غرام سكر فاني، وعندنا 5 غرامات اللي هما يجيو مغرفه نتاع قهوه ممسوحه خميره نتاع جاتو. لهنا بعد ما نعمل البات هذه وندخلوها الفرن شويه نطيبوها، كيف نخرجوها باش ندهنوا فوقها معجون، يا اما معجون مشمش والا معجون ليم. ما لقيتش عندي معجون مشمش، دونك استعملت معجون برتقال كونفيتور دورانج جبته من تونس. لازم حاجه قارصه شويه، نجموا تستعملوا اذا عندكم معجون عملتوه وحدكم يكون شويه فيه القروسيه، باغ اكزومبل فريز ولا مش عارف شنو عندكم حاجه اخرى نجموا تستعملوها. دونك والبارتي الثانيه اللي هي باش نعملوها الكوش نتاع الفاكهه الفوقانيه، عندنا 100 غرام زبده، عندنا باش ناخذ 3 مغارف ماء، ماء عادي، 40 غرام سكر فاني اللي هما تقريبا 3 ساشيات ابوبري، عندنا 100 غرام لوز هذايا الشرائح، وعندنا 150 غرام حتى 200 غرام لوز كونكاسي. هي نورمالمون تتعمل راهي بالبوفريوه، اني يعني ما نحبش البوفريوه برشا، هذاك علاش عملتها باللوز. تعجبني ديما باللوز خير. نتوما تنجموا تعوضوا اللوز راهو بالبوفريوه، نجموا تستعملوا كيف كيف، تاخذوا بوفريوه كامله وتهرشوها وتعملوا ال 250 او 300 غرام كلها بوفريوه كيما تحبوا نتوما. المهم تكون كونكاسي، ما تكونش معناها كعب كبار. وعندنا لهنا 150 غرام سكر، عندنا 100 غرام او 100 مليليتر كريم فريش ليكيد اللي هي كريمه الخفق، واخر حاجه عندنا لهنا اللي هي الشوكولا نوار. الاغلبيه يعملوها بالشوكولا نوار، نجمو تستعملوا شوكولا ولي نورمال. عندنا 200 غرام او اكثر على حسب، جوست رحنا باش نزينوا بها الجناب نتاع المثلثات نتاعنا. فوالا، هذو هما المكونات اللي عندنا. وتوا خلينا نبداو هنا باش نستعمل الباتور. انتوما تنجموا تعجنوها بيديكم كيما تحبوا، جوست باش نسهل عليا شويه. اول حاجه خليني نحي اليد، فوالا باش نحط الفرينه. المكونات الكل ما باش نحطهم مع بعضهم، باش نحط السكر سكر فاني خميره العظمه أصفر البيضة والزبدة، ذوبتها شوية. لا
هنا هذه هي البات نتاعنا كيما تراو راهي شويه طريه وتتلصق. تو باش نحطوها في الو فري وندخلوها للفريجيدير ربع ساعه 4 دراج حتى تبرد بالباهي. اذا عندكم الوقت خليوها حتى نصف ساعه ومن بعد نرجعوا لها على خاطر ذوبنا الزبده هذاك علاش هي تتلصق شويه وطريه البات. تو نحطوها شويه في الفريجيدير ومن بعد نرجعوا لها. هنا بعد ما بردت البات عنا تو باش نحطوها في القالب في البلاتو. اي بلاتو عندكم عادي ما يقلقش قداش الكبر نتاعو، بلاتو نتاع فور. باش ناخذوا اذا موجود عندكم قالب زاده كيما هكا باش يجيو اجنبات الكل قد قد مستويين. هذاك علاش حطيتها في زوز بلاتوات. وتو باش نبداو نحلوها. تو نقول لكم تلقاو القياس نتاع البلاتو بالضبط في البواد دانفو باش تعرفوا قداش لازم يكون بلاتو الفرن تاعكم او قداش لازم تحلوها بالضبط. وناخذوا قلقل عادي نورمال باش نحلوها بيه. تنجموا تحلوها حتى باليدين ولا نحلوها حتى لين تتحل بالكدا. فوالا لهنا حليت كيما تراو البات نتاعنا وفرشيتها باش نقبها شويه، مش لازم برشا جوست شويه باش ما تبداش الشيره عاليه وشيره واطيه وما تقعد قد قد. فوالا بالطبيعه كيما قلت لكم راني شعلت الفور على نار متوسطه على 190 درجه بالضبط باش نحطها من 10 ل 15 دقيقه على حسب هي قداش تطيب يعني البات في ساعه ولا كي راوها حمارت وبدات تشد روحها بالباهي. دونك نخرجوها كيما قلت لكم ما بين 10 دقائق و 15 دقيقه تا نقول لكم بالضبط قداش خذت وقت. خلينا نحطها في الفور ومن بعد نرجع لكم. وهذه البات نتاعنا بعد ما بريسك طابت حمارت بالباهي كيما ترا فيها. طب باش نحطوا لها المعجون. وندهنوها كلها بالمعجون بالباهي. الحقيقه المعجون نتاع الاورانج حسيته ماهوش قارص كفايه. عندي لهنا شويه معجون نتاع عنب هذاك علاش ما حطيتش كونتيتي كبيره من المعجون نتاع الاورانج. حسيته شويه حلو اكثر من اللازم. ولهنا معجون نتاع العنب. العنب قارص على الاخر اللي عملته معجون. كنت حبيت نهبط لكم الوصفه على خاطر عملتها فيديو جوست مازلت ما هبطتهاش. دونك باش نعاود نحط شويه اخرى. هذاك علاش قلت لكم اختاروا من الاول معجون يكون حامض، يظهر لي احسن حاجه مناسبه هي معجون المشمش. وهذا بما اني عملت وحدي دونك نعرف اللي هو قارص بالباهي. هلا وبعدها باش نحطوا الخليط نتاع الفاكهه اللي حضرناه. فوالا لهنا دهنا المعجون الكل. هنا حطيت الكريم فريش ليكيد باش نحط الزبده. فوالا باش نحط ثلاثة مغارف نتاع ماكلة ماء. واحدة اثنين ثلاثة. السكر فاني والسكر باش نخليوهم يغليو ومن بعد نزيدوهم الفاكهة نتاعنا. هنا كيما تراو غلي الخليط نتاعنا. دابا باش نحطو اللوز الكونكاسي والفيلي ونخلطو الكل مع بعضهم بالباهي ونخليوهم الدرج حصيرو 5 دقايق يغليو شويه ومن بعد نصبوهم على البات نتاعنا والمدهونه بالمعجون. فوالا هنا بعد بغلاء اللوز نتاعنا بالباهي هو والخليط الكل. تو باش نصبوه على البات. بسم الله هنا باش نصبو الخليط نتاعنا الكل. وباش ندخلوها للفور جوست نستويها شويه ومن بعد نرجعوها للفور.
في المرحلة هذه رجعت نقصت شوية على الفور على نار 175 درجة بالضبط، كان على 190 تو باش نحطو على 175 170. وتوا نستويو الخليط نتاعنا الكل بالكدا ونرجعوه للفور. كما قلت لكم نجموا تعوضوا اللوز بالنوازيت بالبوفريوة او اي فاكهة اخرى، هي الوصفة الاصلية راهي بالبوفريوة. هذه هي الوصفة متاعنا، تو خلينا نحطوها في الفور باش نحطوها 10 دقائق 15 دقيقة كالعادة على حسب وقتاش باش تحمر. لازمها تحمر تاخو لون دوري مزيان، تو تراو الليكيد اللي متاع الخليط متاعنا الكل باش يشرب وباش يشيح، دونك باش تقعد كان كوش كروستيون وكراميليزي تاخو لون دوري مزيان، ومن بعد نخرجوها. خليني نطيبها ومن بعد نرجعوا لها. ما خرجت من الفور وخليتها ليله كامله تبرد، اذا نتوما تنجموا خليوها ليله كامله، سينو على الاقل خليوها 4 5 سوايع تبرد حتى لين تحسوا انه الكوش الفوقانيه ولات يابسه تولي كروستيون كاراميليزي كيما تراو فيها يابسه بالكدا. توا باش نقصوها نحيوها من القالب ونقصوها. هنا كيما تشوفوا ذوبة الشوكولا، شوكولا نوار هذيا كوفرتور، نتوما تنجموا تذوبوا اي نوع شوكولا تحبوا عليه بالطبيعه، يا اما شوكولا نوار والا شوكولا اولي شوكولا حليب. توا باش نقصوها، باش نقصوها اول حاجه مربعات ومن بعد باش نقسموها على 2 كيف تولي على شكل مثلث. نشوفوا ابري قداش باش يكون الكبر، 1 2 3 4 بتجي على 4 طبقات. حاولوا خذوا سكينة ماضية وقصوها بسياسة ولا، وهي بسهولة تتقسم معاكم راهي ما تتعبش بكل ولا. تحبوا تعملوها أكبر على كيفكم، تحبوا تخليوا الكبر هذا كيما تحبوا انتوما، عندكم الاختيار. ولا كما قاعدين تشوفوا الباتا سابلي تتقص بسهولة راهي ما تعبش بالكل. تاو باش نقسموها على 2 على 3 مرة أخرى. هنا تحبوا تعملوهم صغيرات ولا كبار كيما تحبوا نتوما، ونزيدوا نقسموها على 2. وهذا هو المثلث متاعنا باش نغطسوه في الشوكولا كما قاعدين تشوفوا. خلوني نكمل نقص كعباتي وبعد نرجع لكم. هذه الشوكولا متاعنا ذوبتها كما تراو، وتوا باش نبدا نغطس المثلثات متاعي. فما كما قلت لكم اللي غطسهم الكل وفما اللي غطسهم مشتر. باش نعمل ساعة اجنبات برك فوالا، نفضوها شويه باش يهبط الشوكولا الزايد اللي فيها، ومشيره الاخرى. هذه الطريقه الاولى. والطريقه الثانيه باش نغطسوها مشيره الكل. كل واحد كيفاش يحب يعملها. هي تتباع في العادة في ليبات الصغيرة هنا بالمشيرات الكل. هنا يبقى نحاول نمسحوها شوية باش الشوكولا زايدة تهبط، ونحطوها على واحدة مشبكة باش الزايد الكل يهبط منها. هلا هذوما هما الطريقتين اللي في العاده يعملوا بيهم، وانتوما تنجموا تخليوها هكاكا والا تنجموا زادة تعملوا شويه شوكولا شيرة برك او شيرتين كيما تحبوا. نعاود لكم كعبه اخرى باش نعملها من شيرتين برك. هلا هنزيدو هذه
نكمل نعمل كعبتي الكل بالشوكولا وبعد نرجع لكم. ولا هذه هي الجاتو متاعنا متاع اليوم، حاجة جديدة حبيت نوريها لكم. كما قلت لكم هي نورمالمون تتعمل بالبوفريوة، الكونكاسي والمرحية اللي نعملها باللوز، تعجبني باللوز خير، وانتم تنجموا تعملوها باللي تحبوا انتم، تنجموا تجربوها بالوصفة العادية متاع البوفريوة، ما تبدلوا حد شيء، جوست اللوز تبدلوه للبوفريوة، كونتيتي متاع اللوز تعملوها بوفريوة. وهذه هي وصفتنا متاع النوسك اك والا مثلثات الفاكهه اللوز. كما قاعدين نشوفوا فيها عندنا طبقه متاع باتا سابلي، ولكن هشوشه وخفيفه اخف برشا من السابلي العادي او من بات السابلي العادي، بنينا على الاخر. وعندنا طبقه المعجون، كما قلت لكم حاولوا اختاروا معجون يكون قارص حامض شويه، تجيكم ابن باش يعادل ما بين الحلاوه متاع الشوكولا والحلاوه اللي في وسط الجاتو هذية، والطبقة متاع الفاكهة وبطبيعة الشوكولا لهنا جوست رشيت رشين من فوق. فما اللي يعملها بالطريقة هذية نورمالمون في الباتيسيريات لهنا في ألمانيا تتباع مغطسة كلها في الشوكولا، وإلا زوز جنبات لهنا اني جوست رشيت رشين باش ما نحبش تكون قوية برشا بالشوكولا. انتوما تعملوها كيما تحبوا بطريقة اللي تحبوا عليها. هسيلو هذه هي وصفتنا، ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تجربوها. وكان عجبتكم الوصفه ما تنساوش تحطوا لي جيم كومونتير. مرحبا بالناس الكل، وتوا نقولكم بسلامه.